ايه ده؟ هو في ايه؟ عندك؟ استنى دقيقة، هي ايه؟ وكالة من غير سيكيورتي؟ بعد اذنك يا فندم نقيس حرارتك الاول، اتفضل. انا كنت في المول، انا بس كنت نزلت الباركينج اجيب حاجة. وكمامتك فين بقى ان شاء الله؟ الكمامة ايه؟ ده ايه شرط الكابتن دي ولا ايه؟ البسها يا استاذ على وشك. ما انا دخلت بيها وبلبسها فعلا في الزحمة. ولا ايش طمني عملت ايه في الباركينج؟ قابلت مين ولا حضنت على مين؟ هي بالسهل كده تنزل وتطلع؟ يا سيدي مفيش حاجة حصلت، ارجوك ثق فيا. انا ما ثقش في حد ابدا الا الشخص اللي بينام جنبي على نفس السرير. ومين الشخص ده؟ ولا حد، عشان بنام لوحدي. ما انا لسه داخل عادي وما حصلش حاجه. الكلام ده كان قبل الشيفت بتاعي. خلاص زمن العدوى انتهى، محدش هيدخل المول ده غير وهو سليم. كفايه ارجوك، حضرتك مكبر الموضوع. انا بس كنت داخل ارجع. ترجع؟ عمليات في حاله قي هنا يا استاذ، اديني فرصه اشرح لك. ترجع عندنا في المول بالسهل كده تخش ترجع وتمشي؟ ارجع القميص، انا اشتريته من هنا وطلع واسع عليا. وايه اللي وسع القميص؟ فقدان وزن سريع. ها؟ يوه، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا مستنيه زمر عشان تتأكد إن أعصابي حديد وتسيبني أخش. لا ده الحجارة خلصت. ممكن بعد إذنك تسيبني أخش؟ للأسف ما ينفعش، لازم تتعزل 14 يوم قبل ما تخش المول. الله، فقاقيع. بنطبق نظام الفقاعة بتاع الفيفا، ما سمعتش عنه؟ يا استاذ عيب كده، انا راجل محترم، ما تسخنيش عليك. تسخن عليا انا؟ اسخن عليك. طب اتفضل وريني هتسخن قد ايه. تصدق انا مش عايز القميص، خليه لك. طريق السلامه يا اخويا، فاكر نفسه هيخش عادي كده وينشر العدوى. اقعدش. واضح انه كان ناوي يعضيني. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. يوم 20 يوليو 1969 وكالة ناسا بتعلن نجاح أهم مرحلة في مهمة أبولو 11. نجحنا يا شباب، ورواد الفضاء الثلاثة نيل أرمسترونغ وباز ألدرين ومايكل كولينز قدروا إن هم ينزلوا المركبة القمرية إيجل على سطح القمر، واثنين منهم نيل وباز أخذوا خطواتهم الأولى على القمر. خطوة صغيرة للإنسان وقفزة كبيرة للبشرية. هوب. ومايكل كولينز عزيزي المشاهد فضل قاعد في المركبه. تخيل عزيزي انت رايح من الارض للقمر واصدقائك نزلوا يتمشوا على القمر وانت ما نزلتش، حاجه غريبه. وبعدين يا عزيزي بقى الناس بقى كلها دلوقتي تعرف نيل ارمسترونغ لان هو اول واحد يخطو هذه الخطوه على القمر. انا متخيل بقى ان كان هناك في ديبيت، لا انا هنزل الاول، لا والله انا اللي هنزل الاول. نفسي اعرف بقى قصه الباك جراوند ستوري، ليه في واحد نزل قبل الثاني وليه في واحد ما نزلش. المهم بعد 21 ساعه و36 دقيقه قضوها على سطح القمر رجعوا ثاني للمركبه ابولو وقاموا واخدين يو تيرن للارض. ولك ان تتخيل يا عزيزي الارض كانت مستنياهم ازاي، ودول اول بشر ينزلوا على القمر. لك ان تتخيل بقى كميه الاحضان والبوس والسيلفيز، المفروض بقى خدوا يتهري. لكن في الحقيقه ولا حاجه من دي حصل. اول ما نزلوا كل الناس كانت بتحاول تبعد عنهم على قد ما يقدروا. ليه كده يا ناسا وليه كده يا ناس؟ يا جماعه هم صحيح جايين من الفضاء بس مش فضائيين يعني، دول جايين من القمر على لحم بطنهم، مفيش صدر يحنوا عليهم ولا حتى صدر فرخه ياكلوه. الثلاث ابطال دول يا عزيزي بدل ما يدخلوا في احضان المعجبين دخلوا الحجر الصحي. ثانيه واحده، حجر صحي؟ انا اسمع ان الحجر الصحي ده بيحطوا فيه الناس اللي شاكين في اصابتهم بامراض معديه، انما دول ناس كانوا في القمر، هنشك في ايه؟ مين اللي هيعديهم؟ هو في حاجه اصلا عايش على القمر؟ ليه يا عزيزي ناسا تبني مكان مخصوص اللونر ريسيفنج لاب عشان يتحجروا فيه 21 يوم بعد ما يرجعوا؟ ليه يا عزيزي نيل ارمسترونج يحتفل بعيد ميلاده ال 39 جوه الحجر؟ بينه وبين عيلته واصحابه حاجز ازاز، هياكلوا التورته مع بعض ازاي؟ في الواقع يا عزيزي كان في ثلاث اسباب لده. الاول ان في 1969 ما كانش لسه في اي دليل على ان القمر ما عليهوش اي اشكال من الحياه الميكروسكوبيه. انت عزيز النهارده بالنسبه لك ده بديهي، القمر ما عليهوش حاجه، كانوا لسه بيكتشفوه. السبب الثاني ان كان هناك تخوف ان بكتيريا من الارض تطلع لي معاهم القمر فتصاب بشويه اشعاعات وترجع بطفرات جديده احنا مش عارفينها. وده يودينا للسبب الثالث، اننا ما كناش حمل او بقى ثاني، اتلسعنا كتير قبل كده، طاعون وطاعون ثاني وطاعون كمان مره وحمى صفراء وجدري وكوليرا وانفلونزا اسبانيه، مش عايزين انفلونزا القمر كمان. والنبي يا جماعه البشريه ماشيه بدوع الوالدين، فاي مخلوقات ميكروسكوبيه قمريه عجيبه او اي بكتيريا ارضيه شقيه لازم نحرس منها. عشان كده جت فكره انهم يتحطوا في حجر صحي لحد ما نعرف بقى وضعهم ايه. وبعد ال 21 يوم الحمد لله خرجوا بسلام والمعجبين خدوهم بالاحضان. ونفس الحجر ده اتطبق على رواد فضاء تانيين زي اللي كانوا في مهمات ابولو 12 و14 لحد ما خلاص اتاكدنا ان مفيش اي بكتيريا شقيه على القمر. وبعدها بقيت ترجع من الفضاء وتروح على بيتكم عادي كانك راجع من السخنه، بس الفضاء ساقع شويه.
المجهود الرهيب ده من ناسا في التجهيزات للحجر الصحي، من بدل عازله لطيارات مخصوصه لنقلهم مبنى كامل مخصوص للحجر، هي تطور طبيعي لنفس الفكره اللي البشر بيلجأوا ليها لما يواجهوا خطر لا هم عارفينه ولا هم شايفين. الحجر الصحي نجيب مصدر الخطر ونعزله، ومع كل وباء بيعدي علينا كانت اجراءاته بتتطور. واول ذكر موثق للحجر الصحي كان في العهد القديم، الاولد تستمنت، اللي بينصح اي حد يا شباب شاكك انه مصاب بالجذام، وده كان وقتها مرض معدي، انه يبعد عن الناس السليمه وما يختلطش بيهم عشان نقلل المصابين. وكذلك في الاسلام، الرسول لما كان يسمع ان هناك بلد اصابها الطاعون كان بينصح ان مش بس ما حدش يروحها، ده كمان ما حدش يخرج منها حتى لو كان سليم، لانه قد يكون حامل للمرض وهو مش حاسس، فاحسن له يقعد في مكانه ويتجنب المصابين لحد ما يتاكد. كل دي يا عزيزي كانت نصايح مفيده على مستوى الشخص، وفضلت على مر العصور فعاله لفتره طويله. لكن مع توسع حركه التجاره في القرون الوسطى وبالاخص في اوروبا، كان لازم يكون هناك اجراءات على مستوى الدوله والمدينه. اثناء انتشار وباء الطاعون في القرن ال14 وال15 وعلى وجه الخصوص في الثلاث سنين بين 1347 و1350 اللي مات فيهم حوالي تلت سكان اوروبا، تخيل عزيزي التلت، بدا الحكام يخافوا وياخدوا اجراءات مماثله. في الاول كانوا بيشوفوا مين مريض ويعزلوه لوحده، زي حاكم مدينه ميلان برنابو فيسكونتي اللي اصدر قرار لعمده مدينه ريجيو الايطاليه ان اي حد مريض بالطاعون ناخده نفسحه في الحقول اللي بره المدينه ونسيبه، ولو مات الله يرحمه، لو خاف يبقى يرجع بقى، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وكذلك في مدينه راجوسا الساحليه تم انشاء مباني خارج المدينه لعزل المصابين بالطاعون، عايزين نعزلهم. لكن يا عزيزي هذه الاجراءات ما كانتش فعاله، الطاعون فضل يتفشى اكتر واكتر. ليه؟ لان كتير من المدن دي كانت مدن ساحليه، وكل يوم بيجي لها سفن محمله بتجار وبضائع من مدن تانيه على البحر المتوسط، فاي حد من الناس دي ممكن يبقى حامل للمرض ويعدي ناس كتير وهو مش حاسس. ومن هنا جت فكره مش اننا نعزل بس المرضى اللي احنا عارفين ان هم مرضى، لا ده احنا نعزل اي حد احتمال يكون مصاب وهو مش عارف، ومش هنعزله في بيته كده وخلاص، لا ده احنا هنعمل اماكن مخصصه للحجر الصحي. وبالفعل في 1377 في مدينه راجوسا يبدا تطبيق الترنتينو، مش ده المخرج ابو حميد؟ لا يا عزيزي تاني ترنتينو، الترنتينو يا عزيزي 30 يوم من الحجر الصحي، ده كان اجباري على اي سفينه تدخل المدينه، ومع الوقت زادت مده الحجر ل 40 يوم وبقت كورنتينو. برضو يا عزيزي مش ترنتينو، اللي جايه من كلمه كورانتا اللي هي 40 بالايطالي، ومنها بعد كده جت كلمه كورنتين للتعبير عما يعرف بالحجر الصحي، الكلمه اللي انت سمعتها مليون مره السنه اللي فاتت، وربنا يستر يا عزيزي وما نسمعهاش تاني. وبقى عزيزي في اماكن بتتبني مخصوص جنب مواني كتير في اوروبا، خاصه في مدينه زي فينيس او فينيسيا او البندقيه، اي سفينه تيجي تقوم بعت اللي فيها سواء بضايع او ناس على مكان اسمه اللازيراتو، شايف وير ذيس جوينج؟ ده مكان يا عزيزي بتروح فيه الحاجه، البضايع تتطهر والناس تتحبس لحد ما نتاكد ان هم سلام. ودي يا عزيزي كانت طريقه فعاله في الحد من وباء الطاعون، وتم اعتماد اللازيراتوس كاجراء وقائي اساسي ضد اي وباء يجي بعد كده، وده بنشوفه بعدها في امريكا مثلا اثناء تفشي اليلو فيفر او الحمى الصفراء والسمول بوكس الجدري في اواخر القرن ال17. وفضلت يا عزيزي على مر التاريخ اللازيراتوس محتفظه بمكانتها لحد وباء الكوليرا في اوائل القرن ال19 اللي كان تقريبا بيحصل في نفس الوقت مع الثوره الصناعيه، وكان السبب في خناقه بين دكاتره العالم كله. سنة 1831 ضرب وباء الكوليرا مصر اللي كانت ساعتها تحت حكم محمد علي، لكن محمد علي يسكت؟ راجل عقر يا عزيزي، منتظر ايه من واحد ذبح المماليك كلهم؟ محمد علي كان واخد احتياطاته من قبلها تحت اشراف الطبيب الفرنسي انطوان كلوت، او المعروف تاريخيا بكلوت بيك. تخيل يا عزيزي تبقى راجل عظيم كده وعندك لقب رسمي بس اسمك كلوت. المهم يعني يا عزيزي هذا الرجل مهم، يعني مش عايز ابقى بتريق، يعني يكاد يا عزيزي يكون باهميه الكلوت. ساعتها النظام الصحي في مصر كان تطور كتير، كليه طب قصر العيني والمستشفى الملحقه بيها بنوا في الوقت ده عشان يطلع جيل من الدكاتره المصريين متعلمين اساسيات الطب الحديث. ومع دخول الكوليرا مصر وموت من 150 ل 200 الف بني ادم بسببها في 3 شهور بس، محمد علي امر كلود بيك انه يبني لازيراتوس زي اللي كانت موجوده في اوروبا ايام الطاعون عشان يقلل من انتشار الكوليرا. لكن كلود بيك ما كانش مقتنع ان ليها لازمه، وفي الواقع كلود بيك ما كانش الوحيد اللي شايف كده، معظم دكاتره العالم كانوا زيه بالظبط. ليه؟ بسبب انتشار نظريه طبيه قديمه اسمها الميازما ثيري، اللي ممكن نسميها نظريه الهواء الملوث او الهواء الفاسد. النهارده احنا نعرف ان العدوى ممكن تتنقل من الشخص المريض للشخص السليم عن طريق الجراثيم زي الفيروسات او البكتيريا، فلما نشك ان حد مريض او اختلط بحد مريض نبعده عن الناس السليمه عشان نقلل الاصابات. طريقه انتقال المرض دي معروفه بما يسمى الجيرم ثيري، نظريه الجرثومه. الجرثومه هي اللي طلعتها يا ابو حميد؟ لا يا عزيزي، تخيل يا عزيزي الجرثومه عندها نظريه وانت لسه، والنظريه دي هي اللي الطب معترف بيها دلوقتي. بس قبل اكتشاف الجرثومه اللي بتنقل المرض دي، نظريه الجرثومه كانت بالنسبه لاطباء وعلماء كتير مجرد خيالات وهوايات
هواجس وكلام في كتب. جراثيم ايه دي اللي مش بتتشاف وبتنقل مرض؟ اصحى على فوق يلا لسه في عصر الاشباح معنا زي الفل اهو. بينما الميازما ثيري اللي كان الاطباء والعلماء مصدقينها وقتها بتقول ان الكوليرا او الامراض المعديه بشكل عام بتتنقل عن طريق الهواء مش من انسان لانسان. يعني لو انت واقف في البلكونه وجي شويه هواء ملوثين من بتوع المصانع او من بتوع الزباله في الشارع او البرك او المستنقعات هيجي لك كوليرا. احتكاكك بحد عنده كوليرا مش هيجيب لك حاجه. هما كانوا شايفين كده. ولو مش واخد بالك عزيزي النظريه دي من تحت لتحت كده بتقول ان الحجر الصحي ده ملوش لازمه. ما كده كده البشر مش خطر على بعض، المشكله في الهواء. قفل لنا بقى ليه المدن وحبسنا في اللازراتوس وموقفين حالنا. ده كلام يا عزيزي كان بيتقال بالفعل وقتها. طبعا يا عزيزي يبدو كلام عبيط، وان كان في ناس لحد دلوقتي لسه بتقول زي ما شفنا في بدايه الكورونا. التجار مثلا ساعتها كانوا شايفين ان اي حكومه بتحاول تعمل حجر صحي انها بتقطع عيشهم وتوقف مصالحهم وحرفيا بتعطل المراكب السايره. وعلى الرغم من ان النظريه دي كانت مشهوره جدا في اوروبا وحكومات كتير وقفت اجراءات الحجر بسببها الا ان محمد علي اصر على رايه. ولو محمد علي مصر على حاجه احسن لك ما تعرضوش، ده ممكن يا عزيزي بعد الشر يعزمك على الغدا. تعرف يا عزيزي اللي بيحصل على الغدا بتبقى انت البوفيه بتاع تاني يوم. فكلوت بيك على الرغم من عدم اقتناعه اضطر ان هو يبني لازراتوس. اتنين من اشهر اللازراتوس دول كان اللازراتو اللي في السويس، وده كان بشكل اساسي عشان الحجاج، واللازراتو اللي في اسكندريه اللي مع الوقت اتحرف اسمه وبقى ايه الازاريتا يا عزيزي اللي كلنا عارفينها في اسكندريه. لازراتو ازاريتا تيبيكال ايجيبشن يا عزيزي، ما ناخدش حاجه كده ابدا، لازم نحط تاتش بتاعنا which is fine which is good. ناخد الكلمه لازراتو لا دلع قوي هنسميها الازاريتا. وعشان الراجل يحمي تجارته في البحر المتوسط عمل مجلس من القناصل الاوروبيين في اسكندريه بيتاكدوا ان السفن اللي طالعه ما فيهاش حد مصاب وبيدوا شهاده من عندهم تضمن ده. فكانت لما السفن دي تروح اي حته في اوروبا يبقى الكل مطمن لها ومستعد يتعامل مع التجار اللي فيها عادي. محمد علي يا عزيزي كان عنده نظام محكم بيضمن ان التجار مش بس يكونوا مش مصابين، لا الناس اللي جوه المدن كمان يكونوا مش مصابين. فكان بيستخدم وجود مشايخ في الحارات وبيتفق معاهم انهم يبلغوا عن اي حاله وفاه بتحصل في الحاره بتاعتهم، ولما يبلغوا بحاله وفاه بيتم الكشف عليها عشان يتاكدوا انها ما ماتتش بالكوليرا. وفي حاله ان كان عندها كوليرا كان بيتم نقل اي حد مخالط للحاله للازراتو عزلوه او بيتم حجرهم في بيوتهم خليك عندك في البيت، ويتقفل البيت اللي حصلت فيه حاله الوفاه ويتحط عليه علامه عشان ما حدش يدخله. لكن يا عزيزي المشكله ان الناس ما كانتش مقتنعه بكل ده. ليه؟ لاسباب كتير، اهمها ان كتير كان شايف الكوليرا مش مرض نقدر نعالجه، بل كمان بدات تظهر تفسيرات من شخصيات دينيه زي ان ده يا جماعه عقاب من ربنا او غضب بسبب حاجه عملناها. وكانوا شايفين ان الاجراءات بتاعت محمد علي وكلود بيك الحجر الصحي بتوقف حالهم وبتخطف اهلهم منهم وبتخليهم مش عارفين يرعوهم بنفسهم، وحاجه كمان زي الكشف على الجثث بيأخر دفنها. كانوا شايفينها اجراءات تعسفيه ملهاش لازمه ومش هتمشي المرض ولا حاجه. وبدا يا عزيزي يبقى في حاله غضب كبيره خاصه في اسكندريه. ولكن محمد علي على الرغم من الضغط الشعبي اللي جاله سواء من علماء اسكندريه او علماء الشام عمل سين وما ردش. يلا يا شباب جود لك، قال لهم مش هغير حاجه وفضل مكمل. فالناس بقت لما حد يموت عندها في البيت يقوموا رامين جثته في الشارع. ليه؟ عشان شيوخ الحارات ما يعرفوش ده من انهي بيت، فما فيش بيت يدخل الحجر. وعزيز مشاهد لازم برضه تحط في دماغك ان ده وقت كان نسبه الجهل والايمان بالخرافات عاليه جدا، وكان هناك اشاعات كتير منتشره زي مثلا ان لازراتو ده مكان اللي بيروح ما بيرجعش منه. فالناس البسيطه كانت سهل تترعب وتعمل افعال غريبه زي دي عشان تعبي نفسها ما تروحش لازراتو. اصل فكر فيها، اللي بيروح لازراتو ده غالبا مصاب والمصاب ممكن يموت، فانت تلاقي ثلاث اربع الناس اللي بتروح بتموت، فهتقول اكيد ده بيموت. وعلى سنه 1835 مات حوالي 400,000 مصري من الكوليرا، من اصل 5,400,000 مصري مع الاجراءات الصحيه ساعتها. وفي نفس الوقت ده في اوروبا ظهر جون سنو. تقول لي يا ابو حميد ايه اللي دخل كينج ان ذا نورث بموضوعنا ده؟ لا يا عزيزي، ده طبيب بريطاني بجد اسمه جون سنو، وكان برضه بيهاتي مع الدكاتره الانجليز يقول لهم يا جماعه الميازما ثيري دي اي كلام، الهواء ملوش اي علاقه، انتشار الكوليرا سبب تلوث الميه مش تلوث الهواء، وهم ولا كانهم سامعين. يو نو ناثينج جون سنو. ده واحد يقول لي طب عمنا جون سنو كان ليه شايف هذا الكلام؟ لان في الوقت ده ما كانش فيه شبكات صرف صحي، فكانت الناس بتخزن فضلاتها تحت البيوت في خزانات عملاقه لحد ما تتحلل. وبالفعل جون سنو عمل دراسه على واحده من مضخات الميه اللي كان بيشرب منها الناس وكانت ملوثه بالفضلات. فكانت النظريه بتاعته ان فضلات المصابين بالكوليرا بتكون حامله لجزيئات من المرض وبتتنقل للي بيشربها بعد كده، وبالتالي هناك جرثومه بتنقل هذا المرض. وبالفعل يا عزيزي ينتصر جون سنو في الاخر، وتم تاكيد كلامه لما في النص الثاني من القرن 19 تم اكتشاف انواع كتير من البكتيريا اللي بتسبب الكوليرا والطاعون وغيرهم، ورجع الحجر الصحي تاني لمكانته كخط دفاع مهم ضد الاوبئه.
سنة 1907 تم القبض على الطباخة المعروفة باسم ماري تايفود، تايفويد ماري زي عبد تلوث كده عندنا، بس يا عزيزي كان بيجيب تايفود بجد. أستاذة ماري اللي عايشة في لونج آيلاند في نيويورك بعد القبض عليها اتبعتت للحجر الصحي في جزيرة نورث براذر، وده بسبب إنها كانت حاملة لمرض التايفود، لكن يا عزيزي كان عندها مناعة منه فكانت بتنشره من غير ما يظهر عليها أعراض. ده يا عزيزي مشكلة إنها كانت شغالة طباخ، عمالة تطبخ بقى للناس والتلوث وتفضلوا يا شباب بالصحة، فالناس كانت تعية فتفضل بقى تنشر الوباء. المهم في سنة 1909 رجعت تاني لونج آيلاند على شرط إنها ما تطبخش تاني، خلاص هنبعدك عن الحجر بس ما تطبخيش تاني. لكن رجعت ماري تطبخ تاني، وفين؟ في مستشفى، لحد ما اتقفشت تاني واتبعتت الحجر تاني، وفضلت قاعدة فيه عزيزي آخر 24 سنة في حياتها. وبسبب استهتار ماري بحالتها اتصاب على الأقل 120 شخص، مات منهم 5. فيا عزيزي من بعد الكوليرا واكتشاف عالم الجراثيم واكتشاف إن الحجر الصحي سواء للمرضى أو المشتبه في مرضهم إجراء وقائي فعال زي ما بان في أوبئة الطاعون من ساعتها، وفي الإنفلونزا الإسبانية بداية من 1918 وطوال القرن العشرين، وفي مرض السرس 2009 وفي إيبولا 2014 وحتى دلوقتي في الكورونا. كل ده بين لنا أهمية الحجر الصحي، وفي دراسة اتنشرت في إبريل 2020 بتدرس نسبة انتشار كورونا وسرس في الأماكن اللي بتطبق الحجر والأماكن اللي ما بتطبقش. العلماء اكتشفوا إن تطبيق الحجر الصحي على المشتبه فيهم بيقلل نسبة الإصابات ب 44% على الأقل، وبيقلل نسبة الوفيات على الأقل 31%. فالإجراءات دي يا عزيزي مش رخامة عليك، ده عشان تحميه. ومع زيادة معرفتنا أكتر بعلوم زي علم الفيروسات بقينا نعرف إيه مدة الحجر المطلوبة، وهل ينفع تحجر نفسك جوه البيت أو ما يعرف بالسيلف كورانتين زي ما حصل في الحالات الخفيفة من كورونا، ولا لأ لازم تروح مكان مخصوص. المشكلة هي إن الحجر الصحي فعلا شيء صعب جدا وربما ضد السلوك البشري الطبيعي. يعني تأمل يومك يا عزيزي من أول ما تقوم السرير وهتلاقيه عبارة عن حركة مستمرة ومقابلة أشخاص آخرين والتفاعل معاهم، بتفطر الصبح مع أسرتك اللي هم مجموعة من البشر، وبتنزل الشغل أو الجامعة فبتركب مواصلات فيها ناس، تلبوا الأجرة مع بعض أو تتعامل في البنزينة مع بشر بيقدموا لك خدمة، حتى لو أنت أحمد السقا وبتروح الجامعة بالحصان فلازم تتعامل مع إنسان آخر تجيب منه برسيم للحصان، ولما توصل الجامعة أو الشغل فأنت بتتعلم وتشتغل وأنت محاط بناس وتقعد على القهوة بعد كده مع ناس. أي علاقة عاطفية بتحتاج يا عزيزي عدد 2 ناس على الأقل يعني، إلا وأنت طرف ثالث. بس ايرونيكلي العزلة أو الحجر الصحي بتكون أحيانا هي الطريقة الوحيدة اللي نقدر نحافظ بيها على استمرار وجودنا، وإن عزيزي البعد أحيانا بيضمن القرب بعد كده. تخيل عزيزي يبقى عشان تقابل ناس لازم تبعد عنهم في فترة من الفترات، فإن عادوا لك فأنت ما عندكش كورونا. وسواء في العزلة أو مع الناس نصيحتي ليك يا عزيزي شوف الحلقات اللي فاتت، خلصتها يا أبو حميد، شوف الحلقات الجاية مستنيها يا أبو حميد، انزل بص على المصادر دلوقتي، بصيت يا أبو حميد لوحدك اشترك على القناة، مع ناس قول لهم يشتركوا على القناة. بس يا عزيزي وأحلى تحية لمايكل كولينز البطل اللي فضل قاعد في المركبة وساب الدهوات ينزلوا يلعبوا وياخدوا أول خطوة، أنا هفتكرك، أنا هحط له عزيزي صورته هنا جنب صورة الليمبي. نعم هذا الرجل يجب أن يخلد في التاريخ في غرفة الدحيح.